صباح الخير واهلا فيكم بحلقه جديده من فقره شو اخبارهم. اول خبر عنا يا لليوم بيحكي لنا عن نجم هوليوود المشهور ليوناردو دي كابريو والجميله السمراء ريهانا. هلا زي ما كنا بنعرف انه مجالاتهم كثير غير عن بعض، هو بيمثل وهي بتغني، بس تقابلوا اخر فتره بحفل الجوائز اللي هو جولدن جلوب وشافوا كثير ناس انه في علاقه بينهم سريه وماشيه لها فتره. هلا اخر تصريح نزل على موقع هوليوود لايف بيحكي انه هم كثير حابين بعض لدرجه انه ريهانا عزمته على البيت عشان يقابل اهلها، ومعروف على ريهانا انه مستحيل تعزم حدا على البيت الا اذا كثير كثير حبيته، ويعني كثير مبسوطه انها تفرجي هذا البني ادم لاهلها. كثير ناس مش حابين هذا الموضوع عشان بيعرفوا انه ليوناردو دي كابريو بيضلوا لفتره مع احلى البنات واخر فتره مع احلى المودلز عرضات الازياء وبعد شوي بترك، وقبل هيك حكينا انه امه كثير كانت متضايقه من هذا الموضوع وحابه انه يستقر، فلسه ما بنعرف بلكي هو ممكن يستقر مع ريهانا. I'm certainly glad to see you again. I'm certainly glad to see you as well. She never loved him. للأسف الشديد آخر فترة عمانا بنشوف كتير من المشاهير بتقبض عليهم الشرطة أو بوصل أخبار لمواقع التواصل الاجتماعي إنه هم مدمنين على المخدرات أو أي نوع من الهيروين أو غيره. أحمد الفيشاوي من فترة تقريباً الناس كلها عم تحكي إنه هو مدمن على المخدرات. هلا هذا الموضوع ما تأكد 100%، بس البيانات اللي عمالها بتطلع أو تصريحات اللي عم تطلع بتحكي إنه زوجته القديمة هند الخناوي للأسف الشديد في مشاكل كتير كبيرة بينها وبينه، بحتى كيف ممكن يشوف بنته عشان لفترة كان ماخذ بنته يعني تتربى معها. صديق هند حكى لها إنه أحمد الفيشاوي بعمل جمعات بالبيت مع أصدقائه وبتعاطوا مخدرات أمام ابنته، فقررت هند بعد ما عرفت بهاي الخبرية إنه لازم تتجه لعند القضاء وتطلب حضانة البنت وتمنع أحمد الفيشاوي من إنه يشوف بنته. والموضوع صار كتير كبير لدرجة إنه بعد ما هذا البيان طلع صار في مشاجرة كبيرة بين أحمد الفيشاوي ووالدته الممثلة سمية الألفي، واضطر شكله كان بحالة مش مزبوطة فدافشها وموقعها على الأرض. فمورا هذا الإشي هو هلأ عماله بتعالج نفسيا. تطلعي من غيري ولا ايه؟ في ظل الحروب اللي عمالها بتصير في العالم بصفه عامه، الخبر اللي نزل اخر اشي على كل مواقع التواصل الاجتماعي انه نجمه البوب بريتني سبيرز اللي كثير معروفه ومشهوره باغانيها في صدمه كبيره لانها فقدت حبيبها القديم او نقدر نحكي كمان صديقها القديم جون ساندل. جون ساندل هو طيار امريكي لما توفى كان عمره 44 سنه ويعمل على طائره مروحيه تنقل المسؤولين من ولاية إلى أخرى في أفغانستان. للأسف الشديد بريتني سبيرز كتير ضايقت من هذا الموضوع وحزنت بطريقة غريبة، بس برضو الناس كتير استغربوا لسه أكتر إنه هي ما نزلت ولا إشي على تويتر ولا على إنستغرام. بس زي ما بنعرف إنه كل واحد له طريقته الخاصة اللي بتضايق فيها أو بيحزن على شخص غالي لإله، وطبعا زي ما كنا بنعرف إنه كل شخص بدخل على حياة الناس بيكون له مسج معينة أو رسالة معينة عشان هم يتعرفوا على بعض لما كانوا عم بيحاولوا أنهم يطلعوا من حالات الإدمان وكانوا بيعملوا اجتماعات ضد الإدمان. فهو كتير ساعدها بهذا الإشي وهي يعني أكيد لساتها متضايقة وبتحكي أنه كل شخص بوصل للتاني رسالة معينة زي ما حكينا. حادثة كتير غريبة من نوعها تناقلتها الصحف آخر فترة إنه ابنة النجمة الكتير كبيرة الراحلة ويتني هيوستن بوبي كريستينا براون لقوها على أرض الحمام واقعة، ومشكلة بالغة من العمر بس 21 سنة. هلأ زوجها نيك جوردن هو اللي لقاها وعلى طول نقلها على المستشفى، مش قادرين لسه يعرفوا ايش بالضبط، وضعها نوعا ما مستقر، بس عبين ما يعرفوا ايش صار او التفاصيل اكثر، الشرطة عمالها بتدور على عقاقير طبية. I'm not what you need. No. We'll always love you. هلا الصراحة هذا الخبر لما قريته كتير حلو وحبيت إنه أشارككم فيه. معجبة لكاظم الساهر، من أصغر معجبات كاظم الساهر عمرا، صورها عمالها بتحصد فوق 5 مليون لايكس.
هلا اذا نقدر نحكي لكم شوي. اسم البنوته جيهان، عمرها 8 سنين. هلا والدتها كثير بتحب كاظم الساهر من اول ما كان بشبابها وبعد حتى زواجها، وضلت دائما تحضر حفلاته. هلا وهي حامل فيها كانت تروح برضو تحضر حفلات، وقبل ما تولدها يعني تعرفت نوعا ما جيهان على صوت كاظم الساهر. وزي ما كنا بنعرف انه البيبيز، العلماء بيحكوا انه حتى بطن امهم اذا بدهم يعني يطلعوا نوعا ما اذكياء بسمعوهم اغاني، واغاني تكون هيك حلوه او مثلا هادئه. هلا لما صار عمرها 10 اشهر جيهان لساتها بيبي، برضو اخذتها والدتها على اول حفلة لها لما حضرت كاظم الساهر لايف او مباشر وهو عماله بغني، من عمرها 2.5 سنين، وهي ما بتضيع ولا اي حفل لإله، وبتسافر وهي اللي صارت تاخذ والدتها عشان تحضر هاي الحفلات، فصارت تنتقل وراها من بلد لبلد، وصار كل حدا يعرف مين هي، لدرجه انه كاظم الساهر صار يدور عليها ويعرف وين هي جالسه عشان تشاركه بالاغاني الصعبه، حتى لدرجة إنه مستواها التعليمي كتير طلع عشان صارت كتير شاطرة باللغة العربية من وراء الشعر والأغاني الحلوة والأصيلة اللي بغنيها كاظم الساهر، فأعطوها أكتر من لقب، وواحد من هدول الألقاب اللي هي مدللة الساهر. لا حبيني بلا عقدي وضيعي في خطوط يدي، أحبيني لأسبوعي لأيامي لساعاتي. كثير من الخلافات تطلع في عالم الشهرة، والناس كثير قراب من بعض أو صحبات بعد ما ينشهروا ببطلوا صحبة. للأسف الشديد تايلر سويفت وكيتي باري كانوا كثير كثير صحبات وكثير مقربات من بعض، وثالث واحدة فيهم هي سيلينا جوميز. هلا الخلافات كبرت بينهم لدرجة إنه كل مواقع التواصل الاجتماعي صارت عارفة بهاي المشاكل، فتدخلت سيلينا جوميز وقررت إنه لازم تحل هاي المشاكل اللي بينهم. هلا تفاصيل المشاكل ما حدا قدر يعرفها كثير، بس بيحكوا إنه هم اختلفوا لأكثر من مرة، وبالآخر قرروا إنهم بالمرة ما يحكوا مع بعض، وصاروا من بعد ما كانوا كثير صحبات صاروا أعداء يعني بطريقة كثير بشعة. فصديقته بالثالثة زي ما حكينا سيلينا قررت إنه هي رح تجمعهم مع بعض بطريقة مفاجئة وتخليهم يحكوا، كل واحدة تطلع من قلبها بإيش متضايقة من التانية، وهي صراحة حركة كتير حلوة. وبما أننا بنحكي كمان عن كيتي باري، كثير أثبتت حالها بأكبر حدث صار بهذا الأسبوع اللي هو السوبر بول الأمريكي. السوبر بول الأمريكي أول إشي كان افتتاحية تبعته كثير حلوة من جون ليجند، إشي يعني كان كثير فخم، وبالاستراحة اللي بالنص طلعت كيتي باري بإضاءة جد حلوة ويعني عبارة تقريباً عن الخيال، وشاركتها ميسي أليوت في الغناء. وأكيد اللي نال على لقب أفضل لاعب للمرة الثالثة هو توم بريدي. السوبر بول كل مواقع التواصل الاجتماعي نشرت الفيديوهات اللي كتير حلوة، وزي ما حكيت لكم إضاءة ممتازة وإشي يعني لما تركزوا فيه، وهلا رح نحضره مع بعض، ما رح تتخيلوا كيف الناس كان شعورها جواتها. دائما المشاهير او الفنانين بحبوا يعملوا نيو لوك عشان يصير في لهم صور جديده وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. هلا اليوم النيو لوك اللي اخترت لكم اياه افرجيكم اللي هو لداليا البحيري. داليا البحيري معروفه بالبشره الحنطيه السمراء والعينين البني، يعني بالشكل المصري اللي لابق على كل ادوارها، بس غيرت كل شكلها وعملت شعرها اشقر وقصته قصير، وكمان عملته كيرلي، يعني غيرت كل شيء اللي دخل بشعرها. هلا صار في معجبين كثير لهي الصور وحبوا هذا اللوك، اما معجبينها اللي كثير قدام صار يحكوا انه هذا اللوك مش كثير لابق عليكي، وكثير حابينك ترجعي لللوك القديم. بص يا كابو، عشان خاطر عيونك انت بس انا قبلت اتنازل عن المحضر ده، لكن قسما بالله لولا كده ما كنتش سبت حقي. هو انت كمان ما كنتش عايز تنازلي؟ لا طبعا ما كنتش هتنازل. اتنازل ليه؟
وبعدين كابو انا شايفاك متعصب قوي، انت تعبت قوي في السفريه المره دي. كلنا متعودين على الممثل الكبير ماجد المصري بادوار شريره نوعا ما، او بيكون منقينه دور سيء عشان بيحكوا انه ملامحه كتير قويه وبزبط معه زي هيك ادوار. اخر مسلسل شفناه برمضان كان كتير كبير من بطولته وبطوله كمان هيفاء وهبي، دوره كان زي ما كنا عرفنا انه هو نوعا ما بالاخر بغدر بالناس. بس الحلو انه اخر مسلسل عيون القلب مسلسل درامي واجتماعي دوره فيه كتير كزلمه منيح وزلمه حنون، وللاسف بصير عنده كتير مصايب. وبرضه بتشاركه بطوله هذا المسلسل رانيا اليوسف. صرحت الممثله رانيا يوسف انه فيلم الكبير اللي هي بتمثل فيه وكمان من بطولة إلهام شاهين، حكينا عنه قبل هيك بفقرة شو أخبارهم، فيلم ريجاتا. ريجاتا بتحكي إنه في مشاهد منه كانت كتير حقيقية، خاصة الكدمات اللي كانت على وجهها إنه هي مضروبة، وهذا الضرب كان حقيقي وما كان تمثيل، واضطرت إنه تطلع فيه زي هيك لأنه الممثل اللي كان معها لما إجا مثل الدور هاد اضطر انه يكون نوعا ما قاسي، فهدول الكدمات كانوا جدا حقيقيين وليست مكياج. حكت لكل جمهورها ومحبينها انه ما يحكموا على البرومو تبع هذا الفيلم من مشاهد الاغراء ويحضروا عشان يعرفوا دورها بالضبط. خلي موضوع الدكتور ده في يوم تاني، خليها على راحتها. طب بس استاذن انا بقى عشان الحق اروح. سميره هخلي السواق يوصلك. للأسف الشديد تم إلقاء القبض على المغني الشعبي المصري ريكو وهو عماله بتعاطى مادة الهيروين. إذا بنحكي شوي أكتر بالتفاصيل، الشقة هاي موجودة كانت في شمال القاهرة في مدينة العبور، لقوه هو كمان 5 أشخاص آخرين. الشقة هي أصلاً لمؤلف أغاني وبتاجر في المخدرات، لقى معهم مادة الهيروين وبالضبط 20 جرام من الهيروين، ولقوا كمان ميزان ومصاري، يعني بتبين انه صار في نوع من التجارة. زي ما كنا بنعرف انه هذا المغني الشعبي عمره 50 سنة وصار عنده هيك قيمة بين الناس ومحبة معينة، وكتير ناس تضايقوا انه هو اختار هذا الطريق في حياته. هلأ هو بلش اول اشي الغناء بفرقة محمد منير، وبعدين شارك كممثل في فيلم الساحر اللي كان من بطولة محمود عبد العزيز ومي الشلبي بسنة 2001، وكمل وراها أكثر من مسلسل. زي ما كنا عم بنشوف آخر فترة كتير من الممثلين ومن الشباب كمان والمشاهير، اليوم حكينا عن أحمد الفيشاوي لسه ما تأكدوا إنه بتاجر بالمخدرات أو إنه بتعاطى دائما مخدرات، بس عليه حكي بهذا الموضوع. وهي أنا كمان ريكو، وللأسف كمان كانت الممثلة الشابة دينا، فكتير منهم عماله بخسر مسيرته الفنية اللي بتكون طالعة بشكل كتير غريب ومحبة بين الناس عشان يختار هاي الطريق. فإن شاء الله ببعد المخدرات علينا كلنا. بنت 2-23 رايحين جايين راكبين ماشيين. هيك بكون وصلنا للجزء المخصص للأفلام من فقرتنا. اليوم اخترت لكم فيلم اسمه يوم ملوش لازمة. هذا الفيلم من بطولة محمد هنيدي ومن إخراج أحمد الجندي. الفيلم بيحكي لنا عن شاب بيكون كتير حابب أخت صديقه وبتقدم لها للزواج، ولكن صديقه ما بيقبل، فبتصير مفارقات كوميدية وكتير بتضحك بين محمد هنيدي وصديقه، عبين ما تدخل بنت جديدة على الصورة وبتغير مجرى الأحداث كلها. ست بتزغرت وفي نفس الوقت عامله كده. حضرتك انا نطيت غلط بس نطيت غلط. زق معايا اليوم بقى. ايه يا عم انت العبط اللي انت ما بتموتيش ليه؟ وربنا انا عايز اروح. هيك بكون وصلنا لنهايه فقرتنا اليوم من شو اخبارهم. تابعونا الاسبوع الجاي باخبار وافلام جديده. باي.